في الذاكرة ندوب لا تمحى مع مرور الزمن، أشدها حضورا ما يدل على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهو ما يشعر به أبناء تعز في الذكرى التاسعة لمجزرة 11/11/2011 ميلادية بحق نساء أتين لصلاة الجمعة بأمان وسلام. ولا زال الأقارب والأحباء يتذكرون ذاك اليوم بألم. 11/11 كان يوم دامي للجميع، لم يكن لأبناء الساحة فقط بل كان لأبناء تعز أجمعين. 11/11 أوجع قلوبنا جميعا، لم يوجع أسرة تفاحة أو زينب أو ياسمين، أوجع أسرة آمال وهاني وكل أسر الضحايا. اليوم الذكرى التاسعة ل 11/11 وما زال الألم يتجدد في كل يوم. في كل يوم نرى القصف والدمار في هذه المدينة. 9 سنوات لم تهدأ هذه المدينة إلا بعد سنوات قليلة، وعادت من جديد منذ عام 2015، عادت من جديد تحارب وتقصف إلى قبل أيام، وهذه المدينة تقصف كل يوم. في هذا المكان الذي أصبح اليوم رمزا للتضحية والصمود والفداء، وكل مدينة تعز رمزا للثبات والصمود، وهي تقارع أعداءها وتتعرض للمجازر المتواصلة منذ 9 سنوات كضريبة للحرية وعدم الاستسلام للعبودية والذل والقهر. الأسبوع الماضي أكثر من مجزرتين قامت بها مجاميع ميليشيا الحوثي في مدينة تعز، ومع ذلك ستبقى تعز كما صمدت وأسقطت وساهمت في إسقاط مشروع التوريث، لابد أن تمضي قدما غير عابئة بالمتربصين والمتنمرين والذين يحضرون تعز أو التي يحاصرونها، سواء من خارجها أو بالتقطير. مدينة عرفها اليمنيون بالسلمية والعمل الجاد للبحث عن سبل العيش والرزق الحلال والتعليم، وكل هذا قادها نحو الحرية والتطلع لحياة أفضل ومستقبل أجمل في ظل دولة عادلة وفرص متساوية. لم تعجب متسلطي البلد فوجهوا إليها جام غضبهم منذ 2011 ميلادية وحتى اليوم 2020 ميلادية.